ندور على ما أعتقد أنه هو مهرجان من أجل المدينة وليس مهرجان يعني معمول للضيوف أو للمخرجين أو الممثلين. فبتمنى هذه هي الدورة الخامسة، أتمنى على أن يكون هناك دورات مستقبلية أن يعبر هذا المهرجان إلى الناس في الناظور، إلى الأحياء، إلى تلاميذ المدارس، يدعوهم لحضور هذه العروض. وأنا برأيي إذا صار هالمشي بيصير المهرجان حقيقة هو مهرجان الناظور، وأن لا نكتفي فقط بأن نعرض الأفلام لمجموعة من الضيوف والفنانين. شكرا لكم ولهذه الدعوة، شكرا لاستضافتكم لنا في هذه المدينة الجميلة، شكرا لبحر الناظور، وشكرا لكم وإلى اللقاء. Yo.